مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ هي المحاضره مش سايكايتري بس، فهي اعتقد هي سكيل مهمه لكل الدكاتره من كل التخصصات. بريكنج باد نيوز، ان ازاي نوصل المسج دي بطريقه كليرلي وامباثيتيكلي. قبل ما نبدا كده عايزه اسال، مش شغال؟ مش مشكله. مين الاول اضطر ان هو يوصل خبر مش كويس، خبر وحش او خبر وفاه او خبر بمرض عضال او لا يرجى شفائه او مرض مزمن، للمريض او لحد من اهله؟ كم ممكن نرفع ايدينا لو حد اضطر ان هو يعمل ده في حياته؟ اوكي تمام، كلنا تقريبا. طب مين فينا ما كانش عارف يقول ايه بالظبط، واللي هيقوله هيقوله لحد فين، يقف امتى؟ انا كمان برضو. مين فينا اضطر او اتسال ازاي يوصل خبر وحش لطفل كسايكايتست بقى بالذات؟ كلنا تمام. فاحنا النهارده دي الاجنده بتاعتنا، هنعرف ازاي نقول اللي احنا عايزين نقوله، هنقوله لايه بالظبط، هنقوله تو ويتش اكستند، ايه الاثيكال باوندريز بتاعتنا، وهاو تو سند ذا مسج تو ذا تشايلد. قبل ما نبدا، ايه الغلط هنا؟ لو اخدناهم كده واحده واحده، امك حامل يا كبير، ايه الغلط في المسج دي؟ ضربها وجري. ما قالها وجري، ما قالهاش اي سن، بس يبقى بالعكس اصغر موكينج بالظبط، كان موكينج، ده بيضحك تمام. فهو كان ساركاستك تمام. اوكي، هي دي طلعت بدري شويه، كل حاجه سليمه بس لوحدها مسج فيج، يعني تو ويتش اكستند العربيه ايه؟ يعني تدخل المحرقه دلوقتي ونطلعها ونبدا نصنعها ولا ايه بالظبط؟ فهي كده مسج فيج. اللي بعدها بتاعت الغبي منه فيه؟ مباشره شكر واضح غبي. شكر؟ لا، دي لما قالت له، لما قال له الموتوسيكل بتاعك اهو، بس انا سليم، بس انا كويس. انكونسيدريت سيلف سنترد، انت تولع انت بموتوسيكلك، المهم ان انا كويس. طلعت بدري لوحدها برضو، نو امباثي. قتل امها، خافت. هو ما فيش، هو مش حاسس اصلا بشعور البنت، بنته، ان هو قتل امها قدامها. طيب هل انت غبي؟ بالظبط، اندرمايننج البيشنت واندرمايننج هيز اون سفرنج. دكتور احمد كركمين نصاب، بيقول معلومات فولس وبايست. واخر واحد هو ده يعني كل واحد فيهم كان في كونتكست المشهد، بس دي كان مخنوق من جدته، بس احنا المشهد ده الفيشل اكسبريشن ده مفيش ريسبكت بالظبط، مفيش ريسبكت ومفيش امباثي. بالظبط، خنقتني، انا عايزه اقول لك المعلومتين واجري تمام. طيب كده احنا عرفنا ايه اللي ما نعملوش، هنعمل ايه بقى وهنعمله ازاي؟ في كذا بروتوكول مستخدم في هاو تو ديليفر ذا باد نيوز بره، في اصلا شخص منوط به هذه المسؤوليه ان هو يوصل الباد نيوز للشخص المسؤول، للشخص اللي عنده الباد نيوز دي نفسها لو كان مرض، او لاهله تمام. اشهرهم هو السبايكس بروتوكول، في بروتوكولز ثانيه بس ده اكتر واحد مستخدم. استابليش ابروبريت سيتنج مش سيتنج. هشوف البرسبشن بتاع البيشنت، نو يور انفورميشن، ايه الانفورميشن اللي البيشنت عايز يعرفها، نو يور ميديكال فاكتس، ايه اكسبلور الايموشنز اللي عند الشخص الريسيبينت للمسج، وريسبوند وذ امباثي، وهنعمل استراتيجي ازاي. بغض النظر عن الكلام الكتير، وانا قاعده احسن من وانا واقفه، وانا واقفه احسن من وانا بمشي تمام، وانا قاعده في مكان هادي احسن من وانا قاعده وانا جنبي حد، بالتاكيد احسن من ان انا اقول المسج بتاعتي في عياده الدخول او في الاي سي يو تمام. عيني في عينه وانا واخده وضعية ريلاكست، ما بقاش ديفنسيف، ما بقاش ريتبل عماله بهز ايدي ورجلي، ابقى از ريلاكست واز جراوندد از بوسبل. بيرسبشن، انا اعرف الاول هو العيان او اهله عندهم قد ايه من المعلومه قبل ما ازود عليها. بمعنى مش هقول له جارك مات خد الغدا تمام، وفي نفس الوقت مش هقول له والله هو يعني عنده شويه برد صغيرين، لا هو اقول له طب هو دلوقتي كان محجوز في المستشفى،
انت عندك فكره كان عنده ايه؟ عندك فكره لو حد، لو انا في العياده الخارجيه، انت عندك فكره احنا كنا طالبين التحاليل والاشعه دي عشان ايه؟ هشوف هو اصلا بيرسيفنج الموضوع تو ويتش اكستنت. بعدها انفايت تو انفورميشن. اوقات هقول للاهل بالذات ولنتصور السيناريو الاتي، ام مثلا ابنها اكتشفنا ان هو عنده مرض عضال وعايزين نوصل لها الخبر ده. هقول لها طب انت حابه تعرفي نتيجه التحليل ايه؟ في بيشنت، في ريليتيفز هيقولوا لا مش عايزين دلوقتي، بعدها بشويه هيجوا طب لا مش عايزين، طب مين ممكن نوصل له المسج دي؟ مش هكمل طول ما انا ما خدتش البيرميشن ان انا اجيب انفورميشن. نوليدج، نو يور فاكتس. الاول ان انا ابقى مبهده جراوند انه في مشكله وانا عارفه المسج اللي انا هقولها، واكون بريسايس واكون نيوترال واكون عارفه الكلام بشكل ساينتفك، مش بدخل فيه ارائي الشخصيه ومش بدخل فيه الكلينيكال اكسبيرينس المجرده. لا والله احنا دلوقتي اكتشفنا ان حضرتك ابنك عنده سكيزوفرينيا، والسكيزوفرينيا دي بنسبه كذا في الميه هيحصل لهم ريميشن، بنسبه كذا في الميه هيبقى عندهم ريزيدوال سيمبتومز، بنسبه كذا في الميه مش هيتحسنوا للاسف، واقول ايه تريتمنت اوبشنز بتاعتنا از نيوترال از بوسيبل بس بشكل ساينتفك. الايموشنز والامباثي، هو هيرسبوند ازاي دي بتاعته، انا هرسبوند بايه دي لازم. denial، anger، anxiety، ايا كان اللي هو هيرسبوند بيه طالما هو مش بيمثل هارم على نفسه ولا هارم عليا ولا هارم على الانستيتيوت اللي انا فيها انا هتقبله. تمام؟ وهرسبوند with empathy، مش هستنكر، مش هخفف المعاناه، مش هبقى ساركاستك، مش هقول له احمد ربنا في غيرك اسوأ، هو بالنسبه له دي اسوأ حاجه. تمام؟ فايا كانت الايموشنز اميك شور ان هو مش هيأذي نفسه ولا هيأذيني ولا هيأذي الانستيتيوت اللي انا فيها، غير كده متقبل منه اي حاجه. اخر حاجه في السبايكس بروتوكول، استراتيجي فور ذا فيوتشر. طيب بنصمب اللي احنا عملناه اللي احنا قلناه ونقول بقى قدام، طب انت دلوقتي شايف هتعمل ايه لو لا قدر الله وفاء؟ طب هتكلم مين عشان تحضروا المقابر؟ طيب تحب اتواصل مع حد او تحب حد يتواصل مع حد من اهلك يجي ياخدك مثلا من هنا؟ هنعمل ايه الخطوات الجايه، الخطوات دلوقتي بتاعه دلوقتي، ولو اللي قدامي حالته ما تسمحش انا بوقف عند الخطوه اللي انا فيها وبشوف حد تاني من اهله. تمام؟ ده كده السبايكس بروتوكول ان ناتشل. يبان ان هو سهل بس الحقيقه هو مش سهل خالص، انك تمستر ده شيء مؤلم جدا ليك ومزعج وبيرهق نفسنا. عشان كده هو في اماكن هو شخص واحد بس اللي منوط بيه ان هو يعمل الموضوع ده بعيدا عن الدكاتره. اجين تاني نراجع setting, perception, information, know your medical facts, الايموشنز وهريسبوند with empathy، واخر حاجه establish strategy for the future. دي اسهل حته في المحاضره. اللي جاي بقى امتى ما اقولش. تمام؟ دي هتبقى open discussion، انا حابه ان احنا نسمع اراء بعض. هنتخيل كام سيناريو وهنشوف. انا دلوقتي عملت بريكنج باد نيوز، انا دلوقتي خلاص وصلت المسج بمرض بوفاه بايا كان وفي اسئله بتتقلي، فانا هجاوب على الاسئله دي ازاي ريجاردنج الاثيكال كونسيدريشنز. سيناريو واحد، بس ما تقولوش حاجه يا دكتور عشان نفسيته، عرفنا ان فلان عنده مرحله متاخره من السرطان. بتحصل واحنا في العياده الخاصه مثلا انه دكتور بيطلب اشعه او تحاليل او الترا ساوند جايدد بايوبسي او حاجه، والابن هو اللي بياخد التحاليل ونتائجها ويروح للدكتور استشاره بدون المريض نفسه. تمام؟ وبعد ما بيعرف يقول له طب ما تقولوش حاجه عشان نفسيته يا دكتور. هو مبدئيا كده ما ينفعش ان انا اقول معلومه اصلا طالما المريض ده competent، طالما المريض ده واعي ومدرك، ما ينفعش ان انا اقول معلومه اصلا تخصه لحد تاني. تمام؟ قلنا لاي سبب، كان في حادثه واكتشفنا بالصدفه حاجه، في العنايه دلوقتي والحمد لله بدا يبقى ستابلايز وطالع بقى وهيبدا يفوق والمفروض ان هو يعرف، ايا كان. ما تقولوش حاجه يا دكتور عشان نفسيته، عرفنا ان فلان عنده مرحله متاخره من السرطان، هتعملوا ايه؟ لا. بعد ما تمشي مع السبايكس بروتوكول. تمام. طب ايه رايك اصلا في طلبهم؟ ده ممكن يكون اصلا هم يابيوز الكلام ده مع البيشنت اصلا. دكتور احمد عايز تقول حاجه؟ لا،
هو ايثيكال المفروض ان انا اقول له، بس الصح ان احنا نبقى عارفين احنا رايحين فين. لو الراجل ده هيعمل عمليه وحاجه كيورابل وخلاص احنا مطمنين يعني ان في بنسبه كبيره يعني دي حصلت قدامي بصراحه. ايثيكال المفروض المريض يعرف اي حاجه، هو شخص واعي كومبيتنت كل الكلام ده. لو المريض ده احنا عندنا خطه معينه وعارفين ان هو هيخش يعمل عمليات لسبب معين، في ناس كتير بتعملها وحصل قدامي لا يعني ما تعرفش ان هو يدخل يعمل عمليه سرطان، هنعمل بس حاجه كده بسيطه جدا بيدخلوه بيطلعوه. هيمضي ازاي على الاقرار؟ طب يعني يعرف ان هو عنده حاجه ثانيه. انت عندك مثلا يعني هقول للعيانه انت داخل عشان نشيل لك المراره، بس احنا في الحقيقه داخلين عشان اكسبلور ستومك كانسر مثلا. ده ما حصلش قدامي، حصل قدامي كان برين تيومر. اوكي. والراجل ده كان اوريدي في حاله ديبرشن رهيبه وكان حوارات كده كبير. ديبرشن مؤثر على المنتال كاباسيتي بتاعته؟ لا طبعا، هو لو اصلا عملنا الكمبيوتر كاباسيتي خلاص، فاحنا مش هنتكلم في اوبشن احنا نعرفه وما نعرفوش. تمام. نتكلم شخص واعي وقادر ان هو ياخد قرار. اوكي. بس الراجل ده لو عرف، هو يعني ما كانش راجل، كانت ست. الست دي لو عرفت ان هي عندها برين تيومر يعني الموضوع معاها كان هتاخد قرارات مش صح. وده بقى ده ما يفرقش معايا، هي قرارات لو في الحقيقه بتسمع نفسها. بس يعني ايه اللي حصل في الاخر ان هم ما عرفوهاش ان ده برين تيومر؟ هنخش نعمل بس عمليه ارتشاح مستطع المخ بتخلص في ثلاث دقائق ولا حاجه. وتمام يا دكتور، طالما الموضوع بسيط كده مفيش حاجه، بتاخد قرار بتعمل عمليه وطلعت على خير. هل ده صح ولا مش صح؟ ايثيكال مش ايثيكال. بس اوقات لو المريض مش عارف او مش هيرفض عمليه نسبه النجاح بتاعها عاليه جدا. مين خلاك وصي عليها؟ الدكتور اللي عمل العمليه، مين اللي خلاه وصي عليها؟ ما حدش. مين بالظبط؟ احنا عندنا دلوقتي اوبشنز كتير. دكتور محمد حضرتك كنت عايز تقول حاجه. العيان ما دام هو كجادجمنت كويس، تمام، ان انت الكاباسيتي بتاعته نورمال، هو الشخص الوحيد اللي ليه الحق ياخد قرار في جسمه يعمل فيه ايه او ما يعملش فيه ايه. بالظبط. لا والده ولا هو ولا اي حد حاجه زي كده. بالظبط. قراراته بقى صح، قراراته دي غلط، دي بتاعته هو مش بتاعت اي حد. هو مظبوط. يعمل اللي هو مريحه، هو من حقه بعد كده اصلا يجازينا او يكلمنا لو القرارات اللي اتخذته وطلعت قرارات غلط او ادت نتائج مش كويسه او مش على مزاجه، حقه يقاضينا بعد كده لما هو يعرف دكتور احمد. انا فاهمه قصد حضرتك ان هو في فرق ما بين القانون وما بين روح القانون. في الاخر خالص احنا كلنا بشر، مفيش حد ليه يد عليا على التاني. لو هو عنده المنتال كاباسيتي لده فهو اصلا المفروض ما يتخدرش من غير ما يعرف هو داخل بيتخدر ليه. تمام. مفهوم طبعا انه ساعات الناس بيرموا الموضوع على ناحيه ان احنا شعب ايموشنال ما الى ذلك، بس في الاخر خالص لا يصح الا الصحيح. المريض من حقه ان هو يعرف، من حقه ان هو يقرر، حتى لو قرر ان هو مش عايز يتعالج بتاعته. وهو اللي من حقه يقول او ما يقولش. تمام. مش من حقي ان انا احرم عيان من ان هو يعرف ان هو انت ستيج كانسر مثلا. هيتعب هيتعب اكيد، بس انا مش من حقي ان انا احرمه من ان هو يعرف هو بيمر بايه. مش من حقي ان انا احرمه من فرصه يمكن هو عايز يديها لنفسه في حاجه معينه، دين عايز يقضيه، ايا كان. تمام. ففي الاخر خالص المريض طالما عنده المنتال كاباسيتي فهو اللي ليه القرار الاوحد في اي حاجه تخصه. نقطه ثانيه، ممكن يكون مثلا لنفترض سيناريو ان في بيشنت مثلا ان ستيج كانسر وهو مش عارف، هو ممكن مثلا كان هياخد مثلا قرارات ماليه في فلوسه بالظبط ممكن، واللي طلب ان احنا ما نعملش كده هدفه ان هو ما يعرفش انه ما ياخدش القرارات دي لما عنده خالص. ممكن يعني سيناريو وارد طبعا، بس في الاخر هو من حق كل انسان ان هو يعرف هو بيمر بايه طالما عنده المنتال كاباسيتي. في حد كان هيقول حاجه؟ اتفضلي دكتور ماري. طب هو مشكله بقى في المرافقين فعلا، يعني لما بتيجي بقى تقول للمريض بجد مش عارفه هما بيعملوا ايه، بس هو فعلا صعب قوي. بنفهمه من الاول، طالما للاسف انا عملت ده وللاسف هم عرفوا قبل ما انا اقول للمريض الاول على لوحده، انا ببقى قدام القانون وقدام لائحه اداب المهنه وقدام نفسي وقدام ضميري وقدام ربنا انا ملزمه ان انا اقول للعيان. تمام. هم بقى رد فعلهم ايه هنتعامل معاه، بس المريض لازم يعرف. انا عشان تفاضل فبيجي ناس كانسر بس، هو لا انا محتاجه اعرف العيان. لا هم مثلا بيبقوا صعبين، بيبقوا جماعه كده مع بعض وبيردوا بيزعقوا فعلا الاوضاع دي براكتيكال الواحد مش هنتكلم عن الصح وهنتكلم عن اللي بيحصل ما بين النظريه والتطبيق. النظريه اصلا هم ما يدخلوش اصلا. تمام. التطبيق هتشوفي واحد منهم كده رجل رشيد. تمام.
وتقعدي معاه وتفهميه وهتكبريه، وانا عارفه ان حضرتك حكمك على الامور مظبوط، وتشرحي له وجهه نظرك، وتشرحي له ليه القانون لازم بيجبرك انك تعملي ده، او ليه لازم انك توصلي المسج، وتقولي له انا واثقه انك هتقدر تفهمه. ترميها في ملعب تمام، بس ما تتعامليش مع 1000 بني ادم يعني، لا. طيب ده سيناريو A، سيناريو 1. سيناريو 2، هم هيسالوك وانا مش عايز حد من اهلي يعرف اللي عندي بالظبط. حق بس لازم نعرفه ان انت ما ينفعش تبعتك في حاجه، يعني نعرفه اهميه السوشيال سبورت ليه، لكن في الاول خالص يعني. بالظبط بالظبط. وانا كسايكولوجيست بقى ممكن اكسبلور اصلا هو ليه عايز يمر بده لوحده تمام، بس احنا بنتكلم لو المحاضره دي حد بيشوفها مش سايكاتري، فهو انا هحترم الاوتونومي بتاعه المريض. انا مش عايز حد يعرف، يبقى انا مش عايز حد يعرف، مفيش كلمه تطلع بره بيني وبينك كده، مفيش كلمه تانية هتطلع. سيناريو 3 بقى، سيناريو 3 يعني انا عندي اتش اي في يا دكتور، ما تقولش لمراتي. ايوه عشان في خناقات بتحصل، حقها انها تعرف، هيحصل هارم ليها، حقها تعرف، حقها تعرف. طب لو يعني انا عندي اتش سي في يا دكتور، فانا مش عايز مراتي تعرف، هيبقى نفس رد الفعل؟ نفس رد الفعل، مجرد لو هيتشهر الشركه بسبب الموضوع ده. تمام. الموضوع ليه يعني بعد اجتماعي، بعد مجتمعي كبير، وبما ان ليه بعد مجتمعي كبير، وبما ان المريض عنده منتال كاباسيتي ان هو اللي يقول بنفسه، فدورت طلع الاتي: الدكاتره والليجل بيرسونال اراوند ذا جلوب متقسمين في الاربعه بوزيشنز دول. بوزيشن 1، انا مش هقول، مش بتاعتي، هو المريض هو اللي يقول تمام. بوزيشن 2، انا عارف ان انا مفيش قانون يحميني اذا قلت، اذا اخترقت سريه المريض، بس انا هعملها بلفه تانية. حد شايف فيلم الاجنده الحمراء؟ فيلم هابط جدا. كان هو عايز تبعوف، جاله اتش اي في، فهو قال له انا جايب، انا معايا ارقام كل اللي انا مريت عليهم وحاططهم في اجنده حمراء. فهو الدكتور طارق علام، الحمد لله كان اخر فيلم، اخذ الاجنده دي وقعد يدور فيها ويلف وراهم واحده واحده تمام. فده البوزيشن 2 بيقولوا انا مش هخترق سريه المريض، بس انا هدور على كل البارتنرز، او كل الاي في ادكتس اللي كان بيضرب معاهم، او كل البوتنشال كاريرز اللي ممكن يكون تعرض لهم، وهعمل لهم سكرينينج تمام. بوزيشن 3، لا انا لازم اقول، بس لازم يبقى فيه مظله قانونيه تحميني. بوزيشن 4، والله طالما كده كده خلاص الكتبه بقت سهله، ما نعمل سكرينينج لكل الناس تمام، وندخله ده بقى في روتين سكرينينج بتاع الاتش سي في زي الحاجات الحملات القوميه تمام. طيب دلوقتي ده اراء الناس بره مصر تمام، والسايتيشن هنا في بيبرز كتيره جدا لو حد عايز يقرا في الموضوع، بس دي اكتر حاجه لقيتها مجمعه كل الاراء. في مصر بقى ايه الوضع؟ في مصر احنا عندنا حاجتين بيحكمونا تمام، لائحه اداب المهنه اللي بتقول ما تخرقش سريه مريض، ماده 30، وعندنا قانون رعايه المريض النفسي اللي بتقول ان انا ممكن ان انا اطلع عدم افشاء تلك المعلومات لغير الاغراض العلاجيه الا في الحالات الاتيه، طلب من جهه قضائيه او كذا. ليه بقى؟ علشان احتمال قوي بحدوث ضرر وشيك على الاهل، على الاطفال، على المجتمع، انا ممكن اطلع، ممكن اقول تمام، بس مش محدده يعني، ما شفت لهاش لائحه بصراحه ايه الحالات اللي انا اقول فيها، هل دايركت اسولت، هل هوموسيداليتي، هل سكشوال ريب مثلا، ولا ايه بالظبط. ما فيش حاجه، ما حدش محدد. هقول لك بس، هقول لك اللي بعدها. طلع في حاجه اسمها البرنامج بتاع الترصد تمام، في عندنا مجموعه، حاجه اسمها مجموعه اولى ومجموعه الف ومجموعه ب. مجموعه الف دي اللي انا لازم ابلغ بيها فورا في ساعتها، ساعه ما الاقيها، من ضمنها الايدز، من ضمنها الملاريا، التسمم الغذائي الحاد، المينينجايتس، الكوفيد، البوليو، من ضمنها الاتش اي في. انا لو عندي حاله اتش اي في فانا لازم ببلغ. ومجموعه بي ده لازم ببلغ في خلال اسبوع. طب انا دلوقتي عندي احتمالين، انا في منشاه حكوميه او انا في منشاه خاصه.
في منشاه حكوميه مكافحه العدوى عندنا هتتعمل، واحنا عندنا هنا في المستشفى عياده فيروسات كامله بترصد بكل حاجه ومنها للوزاره وللامانه. تمام؟ طيب لو انا في عملي الخاص ابلغ ولا ما بلغش؟ ما كنتش عارفه، سالت في جروب بيجمع الدكاتره، يا دكاتره لو احنا عندنا مريض في العمل الخاص وطلع ان عنده وطلع اتش اي في بوزيتيف، ابلغ اهله ولا بلغ العلاج الحر ولا بلغ مين في المديريه؟ وهل في حاجات تانية اصلا بيتبلغ بيها ولا لا؟ دي كانت النظريه اللي فات، ده كانت النظريه. التطبيق بقى، كل الاحترام لكل الدكاتره اللي ردوا على اختلاف ارائهم. رايي بيقول انت هتتعاملي معاه لانه اتش سي في وهتقولي له هو اللي يبلغ اهله. تمام؟ واحد حكم عليا ان انا بما اني دكتوره نفسيه فانا اوريدي عندي سبكونشس بريدجيس، وان انا ازاي انا دكتوره نفسيه وحكم على الناس كده. تمام؟ ده مش بيرسونال اتاك ليا، ده علشان هو كدكتور شايف ده، شايف فيه وصمه للمريض، سواء المريض النفسي ولا مريض الاتش اي في ولا ايا كان. تمام؟ فهو هو هي اتاك مي، بس هو ما يعرفنيش ان بيرسون عشان ياتاك مي، هو بياتاك ان احنا نوصم المرضى عامه. في حد قال والله هو بره مصر انا مسؤوله ان انا ابلغ الناس. تمام؟ حد قال المريض عارف، فلو عارف فهو اكيد بيتابع في الحميات وساعتها هيبقى في برنامج ترصد، هو اللي هم اللي مسؤولين ان هم يبلغوا اهله، يا مش عارف وساعتها انا هقول له يتصرف ازاي انه هيروح للحميات دايركتلي. تمام؟ ده الدكتور مشكورا كتر خيره، هو اللي عرفني ان حته ان في حاجه اسمها مجموعه الف ومجموعه ب اصلا ما كنتش عارفاها. تمام؟ ودي الدكتوره بتمثل البرنامج الوطني لمكافحه الايدز هنا في مديريه الاسكندريه، والحقيقه كانت متعاونه جدا، اي حد عايز يعرف حاجه ممكن يدخل على البوست هيلاقي رقمها هي سايباه. اللي انا عرفته بقى ان احنا مش بنقول للعيان انت عندك اتش اي في بوزيتيف، احنا بنقول انت عندك فيروس. الفيروس ده بيتنقل عن طريق الدم او عن طريق السكشوال اكت زيه زي اتش سي في. وعشان نتاكد احنا ما فيش تحاليل بنتعملها كده بره، حضرتك لازم تروح الحميات، وهما في الحميات بقى بيسحبوا لي سيرم، بيسحبوا له 3 سم سيرم، وبيسحبوا له سي دي 4 كاونت، بيسحبوا له بانل كامله، وهم اللي بيتولوا من هناك مسؤوليه اخبار اهله. تمام؟ وبياخد العلاج بتاعه من هناك وكل وما الى وكل ده. تمام؟ فاحنا هنا عملناها ان احنا احترمنا سريه المريض، مش احنا اللي اخترقناها، في مظله قانونيه، وفي ناس تانية مسؤولة عن حاجة أكبر مني أنا بكتير إن أنا أتعامل معاها في عيادتي. تمام؟ فده كان الفرق ما بين النظرية والتطبيق. وهل هو لو جالك في العيادة الخارجية وأنت قلت له أنا عايز مراتك عشان أقول لها كده هيجيبها؟ هل لو هو اتش اي في بوزيتيف دلوقتي حالا والفيرال لود بتاعه يعمل له عدوى، يعمل عدوى دلوقتي حالا، عندك ضامن ان هو بالفعل ما عداش مراته؟ او لو حتى بلغنا مراته ان في عندك ضامن هو ما يعملش كده مع حد هو ما يعملش. خلي بالك الوصمه المجتمعيه، الوصمه المجتمعيه للاتش اي في بالذات ثقيله جدا. انا مش عايز واحد ثاني يتبسم. تمام. ما هو انت عشان تتعامل مع ده انت لازم تخلي بالك ان انت قبل ما تحمي المجتمع انت لازم الفرد ده نفسه تحتويه، لانه في ناس لما لو ما احتويتش انا طالع عشان اسبريد الانفكشن. تمام؟ ومش هقول انت قلت لمراتي، طب انا مش هقول لناس ثانيه. تمام؟ فهو الشخص ده نفسه لازم يحس ان هو البرايمري كير بتاعك، وبعد كده نبقى نشوف الناس اللي حواليه. تمام؟ التطبيق والله وانا شايفه، يعني انا ما كنتش اعرف فعلا ان في حاجه اسمها البرنامج الوطني لمكافحه الايدز ولا في برنامج ترصد والحاجات دي، فكانت فرصه حلوه ان الواحد يعرف المعلومات دي. يعني خلصنا. ايوه احنا عندنا هنا في المستشفى، ما انا بقول هنا في المستشفى احنا عارفين الحمد لله دكتوره نعمتها نبلغها ونبلغ عياده الفيروسات وهم هيتولوا الموضوع. في العمل الخاص ايه بقى؟ ده اللي فتح الحاجات دي. اخر واحده، اخر سيناريو ومعانا خطيبي عايز يجي لحضرتك يسال عن اللي عندي ويعرف لو في اطفال هيكون وضعهم ايه. بالظبط. انا هتناقش معاها الاول، خطيبك عايز يعرف ايه وانتي سامحه بانهي مقدار من المعلومات، وهرد بصراحه. هيسالني قد ايه الموضوع ده ممكن يوصل يبقى في الولاد، هعمل ايه في الريلابس، ايه لازم الدواء يبقى طول العمر ولا لا،
نخلي بالنا ان المريض النفسي من حقه ان هو يعيش حياه مجتمع حياه اجتماعيه طبيعيه جدا، من حقه ان هو يبقى معاه شريك بيساعده، ومن حق الشريك ده نفسه انه يكون فاهم عشان ما يبقاش فاهم داخل على دنيا ضبابيه، لانه الكومبلاينس بتاع المريض النفسي من جزء كبير منه الاهل نفسهم عاملين ايه. تمام، فانا هتناقش معاها الاول هو عايز يقول ايه، هو عايز يسال عن ايه، طيب ايه الليميت اللي انت مش عايزاني اقوله، واخد منها الكونسنت الاول. وقعدتي مع خطيبها دي هتبقى في وجودها، تمام، مش هاخده لوحده. ناخد بريك دقيقه. تمام، وانا انا بيحصل العكس بقى، يعني ناس من الاهل يسالوني يقولوا لي مثلا ده ليه جواز او ليه جواز، بس على اعتبار ان هم مش هيبلغوا، يعني بيسالوا المطلق ان هو لو ليه جواز او ليه جواز فخلاص بقى، يعني مش هقول عايز النظريه ولا التطبيق؟ الاثنين. بص النظريه كل مريض طالما عنده المنتال كاباسيتي ان هو ياخد قرار الجواز ويبقى فاهم يعني ايه جواز واوجهه كلها ان هو يتجوز، تمام، حتى لو المرض ده هيبقى فيه ريماشن وريلابسز، حتى لو فيه ريماشن وريلابسز هنتعامل معاه. هيقوله ولا مش هيقوله مش مسؤوليتك، تمام، ولكن التطبيق بيحتم علينا ان الواحد برضو يبقى يوعي الناس دي. طب انت يا ست الكل لو بنتك هي اللي متقدم لها كده مش هتبقي حابه ان انت تبقى عارفه ان الشخص اللي متقدم لها ده تعبان؟ طب ما هو انت ابنك لو اساسا شايفاه ما يصلحش للجواز ما تجوزيهوش، بس لو هو كويس يبقى احنا محتاجين، انت هتسيبيه بس هو اللي قاعده 24 ساعه معاه دلوقتي هتبقى هي مراته، فلازم تبقى فاهمه علشان هي ما يتعبش بعد كده، ما تسالش هو بياخد دواء ايه، فاهم، هتعمل لها اديوكيشن عشان الدنيا دي. ليها جواز مثلا قبل ليه جواز، بس لازم يبقى البارتنر طبعا لازم يبقى عارف، طبعا طبعا، عشان هو اللي هيتعامل بعد كده، هو اللي هيجيبه كل مره مش هم، يعني اقصد الاجابه تبقى مظبوطه، يعني على حسب المنتال كاباسيتي بتاعه المريض نفسه، تمام، وعلى حسب الاهل، يعني هم دلوقتي انت هتشجعهم ان هو يقولوا، تمام، لو المنتال كاباسيتي بتاعته مش كويسه فده بنيوز بالنسبه لهم، فانت هتقول لهم طب انت عارف ان المرض بتاعه مزمن والمرض ده بيأثر على الادراك وهو دلوقتي مش احسن حاجه واحنا يا دوب عايزين نلصمه كده، يعني هتحاول تجيبها لهم بالتدريج برضو. تمام، دكتور محمد كنت عايز تقول ايه؟ لو هم مثلا خطيبها ده بقى جالي انا عايز اعرف، مش من حقك تطلع انفورميشن طالما هي مش موجوده وما ادتش سنت كونسنت ايه؟ كونسنت. هتقول لها هتبلغها، تمام، انا مش عارفه تبلغها ولا لا، بس انت هتشجعه ان هو يجي معاها، تمام، معنى ان هو عارف، هو ما حدش هيسال سؤال هو مش متوقع اجابته، معنى ان هو عارف انها بتيجي الدكتور نفسي ان هي عندها شكوى، تمام، فهتشجعها تسالها عملت ايه مثلا مع خطيبها، هو كان عايز يعرف حاجه معينه، طب انت ليه مش عايزه ان هو يعرف، خلي بالك في حاجات مش كل الحاجات هنقولها بس في حاجات لازم هو يبقى عارفها عشان يتعامل معاها، تمام. بتاعتها بقى طالما عندها المنتال كاباسيتي بتاعتها، ولو ما عندهاش المنتال كاباسيتي برضو ما تقولش لان ده لسه خطبها، ده لسه مش من قرايب الدرجه الاولى، تمام، اللي بنقول لهم قرايب الدرجه الاولى والثانيه الزوج الاب والام الجد والجده الابن والابنه الحفيد والحفيده بس. طب انا كان عندي سؤالين، يعني على ما كنتين حصل فعلا في الحقيقه، يعني هي كانت واحده ومخطوبه واختها عندها سكين، اوكي، فهو خطيبها يعني لما عرف ده بدا يتوتر لان هم خافوا ان الولاد يعني سكين، فبالفعل اول حادثه زي كريست فراح قال لهم لا ده مش جينيتك ومش هيحصل دلوقتي وحد كويس وعادي. Know your facts قبل ما تبريك باد نيوز، know your facts، تمام؟ يعني لو حضرتك عايزه تسالي هم اللي عمل الدكتور اللي عمله ده صح ولا غلط؟ هو بيتكلم من منطلق مش عارف الفاكتس بتاعته، تمام؟ طيب قد ايه الموضوع ده بقى في الجينيتك سسبتبيلتي في ابنه الاخت او ابن الاخت؟ ده بقى المفروض هو بعد كده يقول لهم بشكل نيوترال وبشكل اكيوريت، تمام، حصل ده مش صح حاجه،
ما بقول لك هو نو يور فاكتس، هو الفاكتس يا جماعه، السكيز ده ليه جينيتك بريدسبوزيشن ولا لا؟ ليه؟ هو ليه جينيتك؟ خلاص اذا هي نفسها ما عندهاش، هل في ما يمنع ان ما يجي لولادها؟ طيب خلاص خلاص. طيب راح الدكتور تطشع كده يعني تطشع في وشه كده، راح قال له لا يعني ده مصلح من الجواز. بصي احنا هنا بنتكلم في اللي احنا نعمله وبدون حكم على ناس اخرين، على ناس اخرين تمام. كل دكتور ليه حالته وليه ظروفه. انا قصدي ان هو انصاف ازاي في الموقف دي، ايه اللي هو جاي فعلا يعني لو واحد جاي لي على باي بولر وبيقول لي هي دي تصلح للجواز ولا لا، على حسب المنتال كاباسيتي بتاعتها دلوقتي حالا عامله ازاي، وانا فعلا متاكده من التشخيص ولا لا وكنترولد ولا لا، وهقول له والله الفاكتس بتاعتها ان ده ديزيز ده اوف ابيزوديك نيتشر، وان هو هيجي لها اوقات تبقى ريلابس، وانا هخلي باله وخلي بالك هي تصلح للجواز، لان هي ما بين الاتاكس وممكن اثناء الاتاك نفسها تكون الجادجمنت بتاعتها كويسه، وان هي طالما على العلاج بتاعها فهي الدنيا هتبقى تمام، والساينز اوف ريميشن كذا والساينز اوف ريلابس كذا، وهنتابع مع بعض. هيقول لي جينيتك او جينيتك هيجي الله اعلم. يعني انا بقول الفاكت وانت خد بالظبط، نو يور فاكتس قبل اي حاجه تمام. احنا ما خدناش البريك بس هو اللي جاي هو ده اللي تقيل على قلبي شخصيا، يعني بريكنج ديث نيوز تو تشيلدرن تمام. مش باد نيوز تو تشيلدرن، عشان هو غالبا باد نيوز تو تشيلدرن ده مش انا اللي هقوله، انا بتسال ديث نيوز تو تشيلدرن از ا سايكاتريست تمام. الاول انا محتاجه ان انا افهم اصلا الاطفال دول بيفكروا في الوفاه ازاي، هم الكونسبت بتاعهم اتكون ازاي. الاطفال في اعمار مختلفه وحتى في نفس العمر عندهم كونسبت مختلفه عن الحياه وعن الموت تمام. وهم ممكن عندهم قدره ان هم يحفظوا conflicting ideas اتنين عكس بعض في نفس اللحظه تمام. الاول بقى البيبي ما عندوش اصلا no concept of death، ما عندوش اصلا concept of death خالص تمام، انما هيتاثر بالناس اللي حواليه تمام، هيتاثر بالبيزك نيدز بتاعته اللي هتتاثر لما يبقى في حاله وفاه في البيت. التودلرز بيبقوا عندهم ليتل مينينج، ان هو شخص مش موجود، شخص راح وخلاص مش راجع. نقدر نقول ان هم لسه ما عندهمش برضو concept of death، ولكن هيتوتروا جدا 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 ازيد بكتير من الانفنت بسبب حاله الوفاه والستريس، والناس اللي داخله طالعه لابسين اسود، والناس اللي بيعزوا، كلمات العزاء الكتيره، وفي دربكه حاصله، وفي شخص كان موجود فجاه اختفى من الصوره تمام. طيب البري سكول بقى والسكول ايج دول اللي فيهم كلام، من سن 4 سنين لسن 11 سنه بنبدا نفهم كونسبت اوف لايف اند كونسبت اوف ديث. اللايف اند ديث، الديث as an item كده ليه كذا component عشان نفهمهم. inevitable، انا هموت يوم، مش انا، هو الطفل مش بيبص على انا تمام، انما ده هيموت تمام. universality، كلنا هنموت. irreversibility، مش بنرجع من الموت. cessation، معنى ان احنا متنا، ان احنا we cease to exist، احنا مش بنتنفس، مش بنفكر، مش بنحس، قلبنا مش بيدق. و causation، في سبب ادى للوفاة تمام. السبب ده على قد ما هو ممكن يكون concrete بس الاولاد بيفهموه، بس بيفهموه متأخر. طيب بيفهموا ايه امتى؟ هما بيفهموا at different rates، و نفس الطفل ممكن يفهم حاجه قبل حاجه، وممكن طفلين في نفس الاسره حد منهم يفهم حاجه قبل حاجه، ولكن ان جنرال الانيفيتابيلتي والايرفرسبيلتي اللي احنا كلنا هنموت دي بيفهمها عند سن 4 ل5 سنين. عند سن 6 ل7 سنين بيبدا يفهم يونيفرساليتي، كل الحاجات بتموت، كل الكائنات الحيه بتموت، النباتات بتموت، كل حاجه بتموت تمام. وعند سن 8 ل10 سنين بيبدا يفهم الكوزاليتي، مات بسبب ايه. ولكن ممكن يبدا يفهم في سن اصغر شويه، عند سن 5 6 سنين، انه مثلا الزرعه ماتت عشان احنا ما سقيناهاش، احنا الزرعه ماتت عشان الجو كان حر جدا تمام. انما الكوزاليتي فينا احنا كوفاه للبشر بيفهمها عند سن 10 سنين
ممكن قبل ممكن بعد على حسب الفاكتورز بتاعت الطفل نفسه. طيب الفاكتورز دي الريت بيختلف ازاي؟ بيختلف على حسب كذا فاكتور. الفاكتورز دي ايه؟ الكوجنيتيف ابيليتيز بتاعت المريض نفسه بتاعت الطفل نفسه، هو قد ايه الانتلكتواليتي بتاعته، الريليجيوس بليفز بتاعته، هل انا جاي من اسره متدينه فهبقى فاهم اللي بيحصل او حاطط ليه معنى بسمعهم حتى لو انا مش فاهمه بس بيدخل جوايا، ولا انا جاي من اسره اقل شويه في التدين ففي حاجات انا مش فاهمها. والسوشيو ايكونوميك ستاتس، انا كل ما السوشيو ايكونوميك ستاتس بتاعتي عالت كل ما كان الفهم بتاعي للكونسبت اوف لايف اند ديث بقى اعلى. والاكسبيرينس، لو طفل موجود في مستشفى هيفهم كونسبت الدس اكتر من طفل ما دخلش مستشفى قبل كده، لان هو اوريدي دخل وشاف في بروسس، في حاجه غريبه غير بتحصل في الحياه غير ان احنا بنلعب وبنروح المدرسه وما الى ذلك. فنرجع تاني للبري سكول. البري سكول انا لما هقول الطفل في سن 4-5 سنين انا مش بستخدم ان هو نايم دلوقتي، مش بستخدم ان هو مسافر دلوقتي. نايم هيصحى امتى؟ مسافر هيرجع امتى؟ انا بستخدم الكلام as clear as possible. واخلي بالي ان في السن ده ممكن يستخدم، ممكن يبقى عنده جلت وشيم. انا تيتا سابتني عشان اخر مره ما رضتش ابوسها، هي هترجع بس انا هبوسها، هي هبوسها لما ترجع، فخلي بالي من ده واتعامل معاه. تمام؟ في السن ده بالذات very very deep. في السكول ايج بيبقى عندهم more realistic concept of death. في السن ده هيبداوا يقولوا طب ما انا كمان ممكن اموت، لان هو عنده already concept of universality موجود established. طب ما تيتا ماتت، طب ما ممكن بابا، ممكن ماما، طب ساعتها هبقى لوحدي، هعمل ايه لما ابقى لوحدي؟ كل الاسئله دي هنتعامل معاها، لازم هنتعامل معاها. تمام؟ وبيبقى ممكن يبقى عندهم انكزايتي وفير من الوفاه وما يحدث بعد الوفاه. ونخلي بالنا انه بعد سن 11 سنه الارو بيتعكس. تمام؟ بيبقى الريليجيوس بليفز مثلا والكوجنيتيف ابيليتي بتاعت العيان بتاعت الطفل بتبقى اكبر شويه، فبيبدا يفهم انه لا احنا توفينا بس احنا وي دو نوت، يعني حته ان احنا السيسيشن دي مش موجوده، احنا في حياه ثانيه، احنا ارواحنا موجوده في حياه البرزخ او عند ربنا. هيبدا يديفلوب كونسبت اكبر من اللي موجوده دلوقتي. في كل المراحل دي ايا كان الايموشن اللي طالع انا هتعامل معاه وهقدره وهقبله، ومش هستخدم حاجه ان هو لا ما تعيطش، لا كده بابا هيزعل، لا مفيش حاجه اسمها كده، انا هتعامل مع المشاعر وهخليه يطلع اللي عنده. تمام؟ في كام حاجه كده هنعرف ازاي نعملهم بالظبط، نو وات دو. اول حاجه مهم ان انا اتكلم عن الوفاه عشان دلوقتي احسن من قدام. لما طفل دلوقتي عنده 4 سنين يعرف ان فلان مت، هو وهو بيكبر الكونسبت ده بيكبر معاه، هو بيستقبل الخبر. فبدل ما يبقى الخبر المره دي وانا عندي 4 سنين بتاع فلان توفى، فهو بيفهم شويه شويه انا دلوقتي هو انفايتبل، هو خلاص ده الموت علينا حق. بعدين يفهم شويه ان في سيسيشن، هو مش هيرجع. وبعدين كوزاليتي، هو توفى عشان حاجه معينه. تمام؟ احسن من ان هو يسيبه لحد ما يبقى 12 سنه واقول له خلي بالك اللي كان مسافر مش مسافر. تمام؟ فانا لازم اتعامل وبصدق وبشكل كلير جدا. اعمل ايه؟ انا ما استناش اصلا ان حد يبقى متوفي، يعني لو في اوريدي حاجات يعني انت يعني انتسيباتوري ايفنتس ان ممكن يبقى في حاله وفاه انا هشرح. تمام؟ انه فلان دلوقتي ده تعبان جدا، هو الدكاتره بيحاولوا معاه في المستشفى كده، هحاول ان انا امهد الموضوع من بدري. Whatever your child's response validated. Clear and direct message. ما سافرش، ما نمش، ما سبناش، ما راحش عند ربنا، طب ما اللي بيروح عند ربنا بيرجع امتى؟ تمام؟ قدام هيفهم احنا بنعمل ايه لما بنتوفى، بس هو دلوقتي هو مش فاهم. وبي شور ان احنا نوفر كومفورت لايا كان الايموشن اللي طالع. حاجات اتجنبها ان انا استخدم فيج لانجوج ان هو شي از جون تو بيتر بليس، هو احنا ممكن نفهم ده، انما الطفل مش هيفهم ده. الطفل ده يعني هو المكان، يعني هو مش ما كانش بيحبني، يعني هو دلوقتي ما كانش عايز يقعد معايا، يعني هو بيتنا ده مش بيتنا، مش حلو. وي بوت ذا دوج تو سليب مثلا، اللي هو الكلب مات وهو احنا نيمناه، نيم. طب ما تصحوه يا جماعه. جيتنج هيلب، التعامل ده
غالبا النصايح دي احنا اللي هنقولها للاهل عشان يستخدموها مع الطفل. الاهل دول نفسهم لازم نقدر ان هم بيمروا بنفس اللص، بنفس الجريف اللي لازم يوصلوا للطفل. فنوفر هيلب از ماتش از وي كان، ولو حسينا ان هو محتاج ان هو يجي للثيرابي يجي ثيرابي، يجي ياخد حاجه ياخد حاجه. تمام. الكونسيرن مش الطفل بس، كمان الكير جيفر بتاعه. هي هنا مش الفونت متغير، بس the bad news about breaking bad news and it's never easy. وكل ما كنت شاطر في انك توصل المسج كل ما كنت حاسس انك مش مرتاح اكتر، كل ما كانت اصعب وكل ما كانت اتقل. It's never easy دي واحدة من السكيلز اللي لازم للأسف نتعلمها، وللأسف تقيلة جدا، ومهما تحسنت فيها فانت يعني بتقول يا ريتني ما كنت اعرف اصلا. Well, thank you.